نجيب، احنا بنتكلم عن فريقين، واحد في المركز العاشر واحد في المركز ال17. سموحه متفوق بفرق 9 نقاط فقط، ولكن حاطينه في مكان مختلف بالارقام. ايه الحاجات اللي ممكن تكون مخليه الفريقين نشوف منهم منافسه كبيره في الملعب النهارده؟ يعني حاولت ادور في الارقام، هو سموحه في المكان ده، طلع الجيش في المكان ده ليه؟ هي مقارنه سريعه بين الفريقين، يعني الاثنين من 29 مباراه كل واحد فيهم متعادل 11. الفرق الحقيقي ان سموحه عنده 3 هزايم اكتر، طلع الجيش اسف عنده 3 هزايم اكتر من سموحه. صح. طيب الارقام الهجوميه بتاعت الفريق قريبه جدا، طلع الجيش مسجل 27، سموحه مسجل 29، قريبين. المشكله فين؟ المشكله في دفاع طلع الجيش، هو السبب في انه بيستقبل هزائم. يعني كابتن عبد الحميد اكبر تحدي قصاده ان طلع الجيش محتاج يتجنب الهزيمه قبل ما يسعى للفوز. الفريق بيوصل، بيخلق فرص، عنده محاولات، بيقدر يسجل اهداف، ولكنه ما بيقدرش يمنع استقبال الاهداف. دي مشكله طلائع الجيش الحقيقيه. على سبيل المثال، في عندنا معيار اسمه معدل الاهداف المتوقع استقبالها، يعني انت جه عليك فرص قد ايه وكان المفروض تستقبل منها اهداف قد ايه. سموحه جه عليه 62 وكان المفروض يستقبل 62 هدف، فعليا استقبل 33. طلائع الجيش والمفاجاه انه جه عليه فرص بدرجه اقل خطوره من سموحه، جه عليه 61 بس، استقبل منهم فعليا قد ايه بقى؟ 41. هو ده الفرق. فريق قدر انه نص اللي كان المفروض يدخل فيه قدر يتجنبه، قدر يتجنبه. الفريق الثاني استقبل تلتين اللي كان المفروض يدخل فيه. فهي دي الازمه، كثره التعديل في طرق اللعب، كثره تغيير الافكار التدريبيه والمدارس التدريبيه اللي تعاقبت على الفريق، حراس مرمى متعاقبين لعبوا، خطوط دفاع مختلفه، يعني في لاعبين لعبوا في خط دفاع طلاع الجيش السنه دي في مباريات باكملها اول مره يشوفوا بعض، يعني التركيبه فيها مشكله مختلفه. الفريق افتقد عنصرين مهمين في الانتقالات الاخيره، افتقد مهند لاشين وافتقد عمرو عماد، كان اتنين من اقوى لاعبي الارتكاز في الدوري، وحطوا الفريق السنه اللي فاتت في المركز، قعدوا طول الوقت بين الرابع والخامس، وقدر يحقق موسم جيد. السنه دي لما افتقدهم ما عوضش، ما عملش تدعيم حقيقي في المركز ده. منطقه قلب الملعب، المنطقه اللي ما بين خطي الدفاع وخطي الوسط، هي الازمه الحقيقيه ان طلع الجيش، ومنها بيتم استقبال اغلب الفرص، وبالتالي بيتم استقبال اغلب الاهداف. دي المشكله الحقيقيه. وكابتن عبد الحميد تجنب الارقام بتقول انه لازم يبدا يفكر ازاي يتجنب الهزيمه، ازاي يظبط خط دفاعه، ازاي يقلل الفرص اللي تيجي عليه، اوتوماتيك هيقدر يدخل في مرحله تجميع النقاط وانه يقدر يحقق الفوز.